حد حقير قوي، حد جدع جدا، ابن بلد. احنا كل يوم في جمعية شكل شهر رمضان كله أعمال خير بالنسبة له. والدي أحمد وجدي أحمد فتح بيوت ناس كتير وفتح على ناس كتير. يعني الفنان كان فعلا بيساعد ناس وفتح بيوت. انا حاسس اني بحلم. انا يمكن اخر مغرب الساعه 5 الفجر قبل حاله الوفاه، قصدي بينا ميعاد بكره ان احنا نتقابل عشان اخد من الحاجات اللي وديها الناس. يعني انت مش مصدق ان هو فعلا؟ قول لي اخر مكالمه كلمك في ايه، وكنتوا هتروحوا فين، واخر مره اتفقتوا ان انتوا هتروحوا تعملوا خير كان امتى؟ كان محضر اذن في الناس بكره المفروض ان انا هاخدها واديها لهم البيوت. عارفهم انا بالشخص والفرد، تعود عليهم بقالي فتره زمان. تجيب الشيكات تاخد الفلوس تاخدها واديها لهم. خبر الوفاه جالك ازاي او سمعته من مين؟ جالي عن طريق اخوه وشريكه الاستاذ احمد درويش. كان حد صعب قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. انت مش مصدق ان هو خلاص فارق الحياه، يعني انا لله وانا اليه راجعون. كل الناس اللي واقفه مش مصدقه، كل الناس اللي واقفه مش مصدقه. حد كويس، حد جدع، حد محترم، بيحب الخير، عايش للخير، بيجيبه مش ليه هو. يبقى اخر جنيه بجيبه بنطلعه. اقول له معناش يا استاذ، بس لسه الشيخ الثاني جاي يقول لي بس روح اديله. يعني انت كنت بتقول له بلاش، هو اللي كان بيقول لك لا روح ودي اليوم لبكره لما الشيخ الثاني يجي يقول لي لا يا احمد روح اديله دلوقتي. اقول له حاضر. لا حول ولا قوه. يلا نروح جمعيه معنى لحياه انسان. عايزين يا احمد نشتري حلويات، وعايزين نشتري وعايزين نشتري وعايزين نشتري. اوعى يا احمد انسى حاجه. الله الله.